حاول تسمع في الظروف اللي كان يحكي فيها وليد بعد نجيل مهدي زاده. الظروف معناها سيئه جدا. بعد نفكر الحكم كيفاش نجم نحاسبونا احنا هذا الماتش، هاو بينالتي، هاو رجوع، هاو ما نعرف شنو. يقول لك ما فماش دوش، معناها دوش ابسط الاشياء، معناها يترينوا في الظلام. هذاك علاش احنا ديما حيينا برشا المجهودات اللي قاعدين يقوموا فيها الحكام في الظروف الصعيبه هذيا، ومش خالصين مده عامين والناس قاعده تصفر وتتعب. علاش؟ خاطر الناس عندهم الغرام، عندهم الباسيون نتاع كرة القدم. لكن انا استقالة ناجفيني ما فاجئتنيش، لان عندي معلومات اللي باش يتنحى. باش يتنحى. من شكون؟ من الجامعة هذه التسييرية هذه. علاش؟ باش نقول لك علاش، وباش نقول هذا الكلام وانا مسؤوليتي. باهي. فما ناس ناجفيني سكر عليهم البيبان. السماسرة اللي كانت قبل تصبصر بالحكام. واللي كانت تلعب بهم مصالحهم الخاصه، وهذا كان موجود في العهد اللي سابق. وقت دخل ناجي جويني تقريبا دخل على شانتي خايب برشا، وما يجمش في فتره صغيره باش ينظف كل شيء. لازم شويه وقت. الناس تمست في مصالحها، دونك من المصالح نتاعها باش تغلط سي كمال يدير وناجي جويني يتنحى. هذا معناها علاش قلت لك انا فما وقتات نعرفهم، وفما شخص ما نحبش نسميه قلت له راهو ناجي جويني باش يبقى، اذا مش باش يبعدوه باش يبعد هو. خاطر الظروف هذيا معناها ما حسنوا له حد شيء وما عطاوا حد شيء. علاش؟ خاطر كلش عليها مقصوده. اي اما مجده ناجي جويني الناس الكل نعرفوا انه متعين معناتها من الدوله، عينته معناتها قبل حتى ما تجي الجامعه هذه وقبل ما تجي. شنو لا عيط له وصف جلي، لا دوله لا حد شيء. وصف جلي كواليس هو حتى لا لا وصف جلي عيط له وعطاه الوعود وكل شيء، والناس الكل وقت فرحت كيفاش ناجي جويني. الوزير السابق كمال دقيش هو اللي عينه بامر حتى من رئيس الجمهوريه معناها. لا 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 وصف جلي هو اللي عين ما نسيسوهاش. دونك اللي صاير توا راهو فما ناس تمس في مصالحها الخاصة اللي كانت تصمصر بالتحكيم وتدخل منه برشا فلوس، كي تسكر عليها البيبان شو مصلحتها؟ يلزمها تعمل، يلزمها تعاون تعمل مستحيل باش تنحي ناجي جويني والناس اللي جات تخدم معاه. وهذا اللي هو اللي تصير غراف. ونهب هنا نداء للوزير يتفطن الحكاية هذيا، خاطر شوف النية كان جات نية صادقة. وقت ناجي جويني وجماعته قدموا استقالة، أول ما يستدعاهم هو كمال يدير ويقعد معهم وما يخليهمش يخرجوا خاطر مصلحة كل قدم، مش حتى لين ندرسوا الموضوع وحتى لين نخرجوا كومينيكي وحتى لين ونخليوا الناس هكاكا. هذا مش باهي. الناس وقت انت تحطيت غادي سي كمال يدير راك باش تخدم مصلحة كل قدم في المده حتى الصغيره هذيا. خريطه الطريق اللي طالبينها منك انت باش تقدمها باش تعمل جلسه انتخابيه معناتها تحضر، هذا كله تو ما سمعنا منه حتى شيء. زيد ما بالك اليوم قطاع هام كيما التحكيم هذايا اليوم يخرج ونسكتوا فما صمت لا من الوزاره ومن الجامعه. هذا مش معقول. هنا قاعدين يمسوا في كل قدم في الحاجه اللي الناس تحبها. دونك يا ناس فيقوا ما نتعوش في البيش. ناجي جويني مش من توا باش قطر 20 سنه راهو استعملت ناجي جويني، وشوف التطور اللي عملوا وشوف الحكام اللي مشات تعمل كوب دي مون. اليوم ناجي جويني باش يولي خايبه معناها السمساره هذوما يحكموا في كمال يدير، يحكموا في المنظومه الكل. سمينا معروفين يعرفوهم. انت امين لا محل وانت لا محل. اي مش لازم قعدنا نحكيو بالغاز. اذا تكلموا في العباد تطول الثلب، اما معروفه والناس تعرفهم ومنعوتين وموجودين. كي جا ناجي جويني بدل الناس الكل، الناس نجي نحى نحى السماسره الكل ما داروش به. جاب الناس مش في خاطر ايمن بحذايا يوسف، ناس عندهم الكفاءه والنظافه ما ساعدهمش. شكون هم؟ لازم يوصلوا معلومات غلط لسي كمال يدير. شكون هم مثلا؟ باهي ما تسميهمش مع الاطراف. شكون؟ مسؤولين، حكام قدوم كلاب. متنوعين تو نجم انا زاد نعطي الكلمه لايمن. قول لك انا خاطر الكلام هذا راهو كلام شعبي ونسمعوا فيه عندنا 100 سنه ومنظومه فاسده ومتامرون وصائدون في. ما قلناش متامرون، ممتازه جيده. رائعه. على التحكيم اللي انتم فيه، على التحكيم اللي انتم فيه احنا نحكيو. يا مهدي ما نحكيش مع بعضنا. امين خلينا نسمع تعليق من مهدي وبعد نعطيك تعلق. تفضل مهدي. لا انا سالته على لا ما يسالش خليه يتفاعل معايا، بالعكس انا حبيت نفهم شكون الاطراف وبعد نعلق انا خاطر عندي ما نعلق. انا نتصور كان جات في فتره وديع الجريمه يصير شاف.
كيفاه تو مسيب راه 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 جوني ما جاش وراني انا ما نعرفوش احنا ظروفنا يا اخي ما نعرفوش احنا ظروفنا سنة ما نعرفوش احنا ماناش خالصين ما نعرفوش الفيدراسيون هذه ما فيهاش فلوس هو قال وليد عندنا عامين احنا شوف احنا عندنا عامين ما احناش خالصين احنا عام ونص ما احناش خالصين لا لا نعرفوا كان جا شوف كان جا فترة ما نتكلموش مع بعضنا ما تفعلوش مع بعضنا كمل انت وخلي هو يجاوب مستحيل حكم يتجرأ انه يوقف نشاط باهي ميشيل هو دي عجارية تنحى يقعد وكيكا علاش تخدموا معاها المنظومه هذه علاش خدمتوا معاها ما خدمناش معاها هذه انا موجودين باش نصلحوا ايه خاطر معينين معينين من فوق جيتو ما عندنا حد معيننا لا من فوق لا من اللوطه انا فما نجيب شوف شوف فما حلقه خلينا نعرف نجاوبك لا جوز حاجه برك استنى ما تكلمتش الموضوع فما حلقه ناقصه فما حلقه ناقصه اللي هي كمال يدير خدمنا معاها بعد ولا به وعليه لا قلناش شكون قال بيه ما وفرش اي اي انا ما تقوليش كلام قطوط مانيش انا استنتاجي لا استنتاجي لا استنتاج غلط استنتاجي وعلي لا شيء جميل بالله خليه يكمل وبعد جاوب قيده بقى عندك ورقه وسيل وقيده وبعد جاوب لحظه برك جاي مع فلس وضعية كرة قدم ضبابية جدا في الوقت هذا متفقين كمال يدير ما ينجم يعمل حتى شيء وحده الا باستشارة الوزارة والفيفا لانه مش اتحاد تونسي قائم هذا راه هيئة التسوية معناها احنا كما دينا يدينا ليه كامل الصلاحية شنو الصلاحية كل الصلاحيات الا المادية لا كل شيء ما عنده صلاحية مادية نقول لك لا عنده ما عنده صلاحية مادية انا نقول لك زاد ما انت ما تعرفش ما لا سامحني ما لا انت لهنا قول لي ما عندهمش فلوس مسألة أخرى لحظة اي ما عندهمش فلوس انا ربط لك حكاية الفلوس بقبل عندها عام ونص انت تجرى تعملها وقت ديال الجري عملناها شنو جرى وقت ديال الجري خصني ما قلنالوش ارفع يدك على قطاع التحكيم عندك انت في شمسة فيما هي ايام شمس الجميله نعرف فهمتي تضغم فيه انا عندك انا نحكي لك علاش انا والله 10 ثواني ونكمل انا للومه وكانه تم استغلال الوضع هذايا الفارغ هذا هرب من المسؤوليه كنا نجموا نعملوا اي حاجه اخرى بطريقه اخرى لا بروف اللي جامعه مش باش تقف الكره مش باش تقف البطوله ستقام احتراما لسي وليد واليوم الفيدراسيون حسب ما سمعت هيئه التسويه هذه شرعت في اتمام الاجراءات لخلاص مستحقات خليني هذا السؤال علاش توا علاش توا هيا جاوبني انت عندك امين يا امين بالله انت عندك فلوس علاش توا كما قال امين لا ما نجاوبش الفلوس لازم نجاوبك ولا لا ابقى في بلاصتك علاش خارج اي ما انا لازم نجاوب ولا مهدي بالله اسمعني كي نكلمك يقول لك كلمناهم ما تجاوبوش معانا ما يستقيلش باهي تفضل يبقى في بلاصته والحكام نتاعو ما يسالش يعملوا الحركه الاحتجاجيه هذه هاو كي استقال خرجت الفلوس انت مسؤول جايبك باش تضغط لازم نجاوبك تفضل اولا لا مقارنه بوضع ما قبل 25 اكتوبر الوضع الغير مأسوف عليه شو 25 اكتوبر يوم خروج وديع الجري وهذه المرحله المفصليه في تاريخ كره القدم التونسي ما قبل وديع وما بعد وديع اليوم مكتب سيد كمال يدير لجنه التسويه من مهامها تسويه مختلف الوضعيه صحيح. نحكي على قطاعي انا التحكيم وما دام قبلت المسؤوليه عليها ان تتحمل مسؤوليتها اوكي طيب ولا به احنا عندنا فلوس بقيمه 2.8 مليون دينار مستحقات حكام ومراقبين ومختلف الاطراف المتداخله به زينا خلصوا الناس سينازي قال للحكام اذا كان ميخلصوكم انا باش نستقيل لأنه سينازي زويني ومن معه يؤمن بأنه ضرورة توفير الظروف الملائمة بس تنزم الطالب الحكام بالمردود ما تجيش أنت متوفر دوس الحد الأدنى من مقاومات الاحترام الحد الأدنى من مقاومات الاحترام في التمارين في الإخلاص في كل شيء وبعد تقول له إيجا ترينا وأحضر لي في الزوم ونعمل له ضوابط استثنائية رغم ذاك يا مهدي اسمعني اسمعني يا مهدي أنا اليوم نحكي معك أنا اليوم في المسؤول مش في الحكم اليوم في المسؤول أنا اليوم مسؤول مانيش حكم أنا يا مهدي اليوم فيك اليوم فيكم أنتم ما تركتوا المهمة خليني نجاوب بتونس معامل عليكم لأنه نجي شويني يتميز بالنزاهة والكفاءة وصلت مهدي الفكرة خليني نجاوب ولا لا يا مهدي باه قلنا راهو ما نجموش نكملوا واضح ولا لا زادك هيئه التسويه قالت لك راهو ما فماش فلوس لازمنا نضحيوا مع بعض الله يبارك يا سيدي كلمتي مع الحكام حطوها على ذنب والحكام رغم ذلك انخرطوا وواصلوا وضحوا وانجازي معانا واضح. معانا انجازي على خاطرهم مؤمنين بالمشروع باه واضح ولا لا باه طيب من بعد صارت في الكفه في الليليت بي زيت مدام زكيه واضح ولا وأحييها بالمناسبة على ما تقوم به من مجهودات جبارة ومن انتجريتي كبيرة ياسر
هي وكامل الفريق الحقيقة في هذا الظرف الدقيق. يعطيك صحة يبي برج هذا. قالت كلمة مدام زكية، قالت 3 سنين ما كومش خالصين وانتوما قابلين الوضعية، كيفاش ما قطعتوش يا حكام؟ قالتها يا وليد ولا ما قالتها؟ صحيح واضح ولا لا؟ قالت وأتعهد بتوفير مش الفلوس الكل شوية. مشينا في الاتجاه هذاك، وسينازي قلنا أنه الظرف دقيق وحساس والوضع العام للبلاد و و و لا يسمح، ومن المصلحة الوطنية نواصل. يعطيك صحة. هذا هو. صار اتصال وتواصل مع السيدة زكية وقالت ألتزم بتوفير بسرعة عمين ما غير تفاصيل لا مهم التفاصيل مهم. لا تفاصيل دقيقة في هذه المرحلة مثالس. قالت نوفر لكم 800,000 دينار، شوفوا انتم كيفاش تحبوا توزعوهم. 30% تقريبا تقريبا كيفاش توزعوهم. لميناهم لمينا بعضنا وزعناهم باش نعطيه كامل خلاص الحكام شبان حتى 30 جوان 2024، و 30% من المتخلدات بتاع 75% القدم باش نعطيهم للحكام والمراقبين إضافة إلى المدربين وإلى رؤساء اللجنة. قلنا نقرأ حساب الناس الكل حتى تفتوفة تفتوفة وهنا نتعاون. البارح في الصف الأيام يقولك هاو عندك 200,000 دينار توا، شوف كيف توزعها، أنا ما عندي التزامات وأولويات أخرى. هل هذا معقول؟ إذا كان أنت ترى معقول أحنا مراوها اسمعك، إذا كان أنت إذا كان أنت ترى أنا مراوها احنا مصداقية. أبش نرجع لك أمين بيه. عنا في زفيلة لحظة نكمل كمان في بالك إسلام. في بالك اللي ما يشك فيكم حد. نعم نعم بالحق في بالك المسؤولين الحمد لله سيناجي معنا إي كومباني عليكم إجماع أنه باش تصلحوا المنظومة وكل شيء لأنه التحكيم كان لكن ما نجموش نصلحوا إذا فما الظروف. النوايا النوايا لا تكفي. نعرف أنا اللوم بكل حب على ترك المسؤولية في هذا الوقت بالذات. ما تركناش المسؤولية. احنا نبهنا إلى خطر وكنا غير قادرين. باش نعطيك معلومة مجد بالله بالله لحظة لا مش هروب. والله أمين. أنا لا نهرب.